أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11، هذا هو الأسبوع 15. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 15. كونوا معي. كما يظهر أمامكم، الحياة الاجتماعية. تتميز المجتمع الأردني قبيل تأسيس الإمارة بالطابع البدوي والريفي. كان النشاط الاقتصادي فيه على الغالب هو تربية المواشي وممارسة الزراعة. هنا عزيزي الطالب، يتكون المجتمع شرق الأردن من فئات سكان القرى، وهم غالبية السكان، يعتمدون على تربية الماشية، ممارسة النشاط الزراعي الذي يعتمد على أدوات زراعية مختلفة وبسيطة مثل المحراث والعربة والفأس والغربال. وأما أهم المحاصيل الزراعية لديهم فهي المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والذرة والكرسنة. ولم يكن هناك طبقات اجتماعية بين سكان القرى نظراً للظروف الاجتماعية المتشابهة التي يعيشونها، وقد اعتمدت الوجاهة والنفوذ في القرى على عوامل عدة، أهمها الملكية الزراعية والثروة الحيوانية، الروابط الأسرية، العمر والخبرة، المزايا الشخصية. ولذلك انقسم الناس في القرى إلى عشائر وأسر ممتدة، فقد كانت الروابط الأسرية قوية، والأب هو صاحب السلطة العليا، وكان لمركز المختار دوراً مهماً في المجتمع القروي يرجع إليه الأهالي في حل مشكلاتهم الداخلية والخارجية. وأيضاً المختار كان صلة الوصل بينهم وبين الحكومة ومؤسساتها. سكان البادية يشغلون نسبة كبيرة من السكان، فرضت عليهم ظروف التنقل والترحال بأغنامهم وجمالهم في المناطق الصحراوية وأطراف القرى. الجمال والأغنام والخيول هي أهم الحيوانات لديهم، اعتمدوا عليها في التنقل فضلاً على أنها مصدر لإنتاج الألبان ومشتقاتها والأصوات. يعد بيت الشعر جزءاً لا يتجزأ من حياة العشائر البدوية، وبالطبع حجمه من مقاييس الثراء عندهم. القبيلة هي أكبر وحدة اجتماعية في البادية، تنقسم إلى عشائر متعددة، شيخ القبيلة الذي يمثل قبيلته أو عشيرته لدى السلطة. ولكن مع تأسيس الإمارة بدأت عمليات الاستقرار والتوطين التدريجي للعشائر البدوية. سكان المدن، لم يكن هناك مدن بالمعنى التقليدي للمدن العربية، بل كان هناك تجمعات سكانية في إربد، عمان، السلط، الكرك، أقرب إلى القرى الكبيرة منها إلى المدن، لكن أعدادهم بدأت بالتزايد مع استقرار البدو والتحول الحضاري ووجود أقليات غير عربية مثل الشركس والشيشان والأرمن الذين وفدوا إلى الأردن مع نهايات القرن التاسع عشر. وقد أسهمت المعسكرات الخاصة بالجيش القريبة من المدن في نموها. ننظر الآن إلى الخدمات. هناك الخدمات الصحية المقدمة للسكان قبيل عهد إمارة كانت متدنية جداً. كانت الأمراض السارية منتشرة بين السكان، حيث أنهم كانوا يؤرخون بهذه الأمراض فيقولون سنة الطاعون أو الجدري. ومع تأسيس الإمارة بدأ الاهتمام بهذه الخدمات التي واجهت الصعوبات بسبب العوامل الآتية: أولاً، قلة الموظفين المؤهلين من أطباء ممرضين صيادلة. كانت الخدمات الصحية لا تتعدى مرحلة الإسعافات الأولية، أما التحاليل المخبرية والعمليات الجراحية كانت نادرة جداً، ولذلك كان الناس يعتمدون على التداوي بالأعشاب. صعوبة توفير الأموال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية. بدأت الدولة الاهتمام بتقديم الخدمات والرعايات الصحية، فبدأت بتأسيس المستشفيات العامة والخاصة. تأسس أول مستشفى حكومي عام 22، والمستشفى الإنجليزي عام 23. تأسيس دائرة الصحة العامة في عام 25. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى أسئلة
الدرس، وهي الأسئلة المنتقاة من الدرس. ستجدون كل الإجابات في درسنا. عرف المختار محاكم العشائر دائرة الصحة العامة. وضح أهم التغيرات التي حدثت في البنية الاجتماعية لسكان الأردن في عهد الإمارة. صنف مجتمع إلى فئات حسب ما تقسمت. اذكر أربعة أحداث مهمة حدثت عام 27 في شرق الإمارة. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 15. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.